رئيس مجلس محافظة كركوك وأعضاء في المجلس عن اكتمال الخطة المعدة لاستقبال النازحين من مناطق الخويجة وأطرافها عقب انطلاق عملية تحريرها من براثن الإرهابيين. مديرية شرطة محافظة كركوك من جانبها أكدت حرص وجاهزية قوات الشرطة على خفض الأمن الداخلي عقب انطلاق عمليات تحرير الخويجة. تفاصيل أوفى مع ياشر خالد. انطلاق عمليات تحرير الحويجة وأطرافها على الأبواب، رئيس مجلس محافظة كركوك وأعضاء في المجلس أكدوا خلال تصريحاتهم لفضائية كركوك بأن خطة استقبال النازحين والدعم الأجهزة الأمنية وإعادة إعمار الحويجة عقب تحريرها من براثن الإرهاب اكتملت بتضافر جهود جميع الجهات المعنية، مطالبين في الوقت ذاته العشائر العربية الموجودة في الحويجة بالتعاون مع القوات المحررة وحث أبنائهم لمقاتلة عصابات الداعش الإرهابية، مشيدين في الوقت ذاته ببطولات وانتصارات قوات البيشمركة. كما تعلمون مجلس المحافظة جهة رقابية تشريعية يخطط للموازنة، وهذا من المواضيع المهمة، الخطة الأمنية لتحرير الحويجة والاستعدادات الكاملة لتهيئة أجواء العودة النازحين بعد التحرير إلى مناطقهم، وكذلك تصفية الملفات الأمنية التي كان سببا لاحتلال الحويجة من قبل عصابات الدواعش. بالتأكيد هناك متابعة جدية من قبل إدارة المحافظة في التهيئ لتحرير الحويجة والنواحي التابعة لها. هناك خلية أزمة مشكلة في من قبل المحافظة حول إدارة ملف النازحين وإيواء النازحين وتوفير البيئة المناسبة لاستقبالهم. هناك محاور سوف يتم فتحها لاستقبال هؤلاء النازحين. هل الحويجة ما نرجو منهم أن يتخذوا الموقف الوطني الذي سيشرفهم عبر التاريخ، أن يكونوا ضد هذه العصابات الذين جاءوا من خارج العراق وضد من التحق بهم من أبنائهم مهما يكون، حتى لو كان أحدنا ابنه خائن للوطن يجب أن يعامل كالعدو، أن يقفوا وقفة رجل واحد مع القوات الأمنية الذي ستدخل لتحرير الحويجة. المتحدث باسم مديرية شرطة كركوك من جانبه أشار إلى حرص الشرطة المحافظة بكافة صنوفها لحفظ الأمن الداخلي أثناء عمليات انطلاق تحرير الحويجة وبعدها، وتفويت الفرصة لمن تسول له نفسه المساس لأمن المواطنين وممتلكاتهم. نحن كقيادة شرطة كركوك لدينا خطة، وهي الاستعداد مع بدء عمليات انطلاق عمليات تحرير الحويجة. هنالك خطة واضعة حيث نطمئن أهالي مدينة كركوك الكرام بأن شرطة محافظة كركوك تكون عيون ساهرة في الحفاظ على الأمن واستتباب الأمن وحفظ أموال المواطنين، ومن ضمن هذه الخطة استقبال العوائل النازحة من مناطق الحويجة، وكذلك تقوم مديرية شرطة كركوك بأخذ وتدابير أمنية داخل مدينة كركوك ليلا ونهارا، وتكون عيون ساهرة في الحفاظ على أهالي مدينة كركوك وممتلكات مدينة كركوك. العشائر العربية في الحويجة مطالبة بالتعاون مع القوات المشاركة في تحرير مناطقهم من براثن الإرهاب ودحر عصابات داعش الإرهابية إلى الأبد. الاستعدادات جارية على قدم وساق في كركوك لتنفيذ خطة أمنية محكمة للأمن الداخلي وكذلك استقبال نازحي الحويجة مع بداية انطلاق تحريرها من براثن الإرهاب. ياشر خالد، فضائية كركوك.